موضوعنا اليوم انتقام الأنوثة، ونبغى نشوف كيف خيارات طاقة الأنوثة لما تقرر أنها تنتقم، يعني شو الطريق اللي تختار هذه الطاقة. وبعدها راح ناخذ أسئلة حول هذا الموضوع. طيب، الأنثى عادة أو طاقة الأنوثة عادة لها طرق في الانتقام، أو عندها أدوات تساعدها على الانتقام. أول أداة هي طولة البال. طولة البال يعني طريق طويل ماشين، في شيء يحتاج نفس طويل، يعني تتحمل أكثر من الرجل أو أكثر من طاقة الذكور، خلنا نقول. وفي الغالب هي اللي تتحمل أطفالها أكثر من ما يتحملهم حتى أبوهم، لقيس على الرجل والمرأة. فإذا في شيء عليه خلاف، أو عليه يحتاج لطولة بال، أو يحتاج زي ما نقول مجاكر، أو يحتاج لمين أحسن، مين أفضل، مين اللي يتحمل أكثر إنه يعطي أو يتحمل ألم أكثر أو يطول بالك، راح تكون طاقة الأنوثة هي اللي تتحمل هذا الطريق الشاق والطويل. طريق شاق وطويل في الغالب راح تتحمل طاقة الأنوثة، وهذا يخليها لو دخلت في خلاف مع طاقة الذكورة، أو خلينا نقول امرأة عندها طاقة أنوثة أعلى ورجل عنده طاقة ذكور أعلى، ودخلوا في خلاف، هي تقدر تكون يعني مطولة بالها كثير، مطولة بالها على موضوع، وهو ممكن على طول ينفجر، يعني ما يتحمل طول الطريق ولا يتحمل حتى لو كان في شيء يعني بيوصل له، أو خلينا نقول هو بيفوز. خلينا نفترض مثلا رجل وامرأة في الدوام يحتاجون قصة طويلة لما يصلون لمنصب معين، راح تكون المرأة عندها نفس طويل أكثر، راح تكون طاقة الأنوثة الأكثر هي عندها نفس طويل إنها تصل. وهذه الأداة اللي هي طولة البال تساعد المرأة في مع أبنائها مع أطفالها، لذلك هي تحمل هذه الأداة أكثر من طاقة الذكورة. الشيء الثاني اللي برضو خلنا نقول يرتب في انتقامات الأنثى أو طاقة الأنوثة، إنه الأنثى عندها طريقة، لأنه عندها مجموعة أدوات. مثلا عندها خوف، طيب، وبالتالي هي لما يصير شيء تسكت لأنها خايفة، وتتحمل الألم لأنها مثل ما قلنا في الموضوع الأول أنها صبورة وبالها طويل، فبالتالي تسكت لأنها خايفة، تتحمل طول الطريق لأنها صبورة، تسكت وتسكت 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 وتسكت، بعدين في النهاية راح يصدر عندي يعني شيء قنبلة يعني ولا تتخيلها طاقة الذكور. بخلاف طاقة الذكورة لما تبغى تتعامل مع موقف غير مريح، طاقة الذكورة على طول راح يكون في موقف واضح، راح يقولك لا هذا مو مناسب، لا هذا ما يصلح، لا أنا ما راح أتحمل هذا، لا هذا ممنوع، لا هذا مش ممكن. وبالتالي يكون الغضب غالبا من طاقة الذكورة، صحيح إنه يستخدم أولا يعني أول من أوائل المشاعر السلبية يستخدمها طاقة الذكورة اللي هي الغضب. طاقة الأنوثة لا، ما تستخدم الغضب إلا لما تراكم الخوف كثير، لأنه لما يتراكم الخوف بدرجة كبيرة ويطلع عن حد الكنترول يتحول إلى غضب. لما أنت تخوف شخص وتخوفه وتخوفه ويخاف يخاف 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 يخاف، أنت تحسب بيظل خايف، لا، ترى في مرحلة تنكسر السلسلة وتتحول إلى حالة غضب، وهو أصلا الغضب في العمق هو خوف مكبوت. لكن طاقة الذكورة راح تخلص الموضوع على طول، راح يقولك لا، راح يعترض، راح يصرخ، راح يسوي مشكلة على طول. طاقة الأنوثة راح تسكت وراح تبلع وراح تسكر فمها، لذلك حين نقول إذا في أنثى ساكتة ترى في شيء مو طبيعي. إذا عندك امرأة أنوثتها طبيعية وساكتة تراها يعني تراها قبل وقوتة، تراها قاعدة تسوي شيء ساكتة، ليش؟ ايش سر الصمت هذا؟ لا، ليش ساكتة؟ ما المفروض انها تسكت؟ طبيعي المرأة انها تتكلم، انها تقول، انها تعبر،
طبيعتها، بس ما دام ساكته معناها هي قاعد تخطط على شيء، معناها هي في شيء مو عاجبها، معناها الوضع مش اوكي. واذا الوضع مش اوكي وهي مو قادره تتصرف قد تكون خايفه، فبالتالي هي قاعده ايش صفط الخوف على بعض، قاعده تراكم الخوف خوف فوق خوف فوق خوف فوق، وبعدين تنفجر. قد يكون انفجارها صح، قد يكون غلط، قد يكون قد تكون دم في الغالب، يعني ممكن انها تدمر نفسها برضو في هذا الغلط، لكنها ما تستطيع انها على طول ترد من البدايه زي ما طاقه الذكوره تستخدم هذه الاداه، انها تتاخر وتراكم هالاشياء، واضافه انها عندها الصبر الطويل انها توصل لمكان بعيد. الشيء الثالث هو كثير ظاهر في طريقه طاقه الانوثه في الانتقام، اللي هو موضوع الذكاء المشاعري العالي مقارنه بطاقه الذكوره. يعني بشكل عام اذا كان عندي انثى انوثتها متوازنه، ففي الغالب يعني خلنا نقول في المتوسط، لما نشوف مثلا شركاء في الغالب احنا نعرف انه المراه اكثر ذكاء مشاعريا من الشريك اللي معها في الغالب في المتوسط كذا. فهذا يعني اذا كانت هي ما عندها معتقدات او قيم تقودها بطريقة معينة، فإنها من الممكن أنها تستخدم هذه الأدوات المشاعرية لخديعة الرجل بطريقة كثير نايس وناعمة جدا، والرجل مو منتبه ولا عارف، إلا لما يطيح الفاس في رأسه يقول أو واو أخذت فلوسي، أو واو سوت كذا، أو واو خلتني أوقع على هذه الورقة، أو واو والمخادع اللي سوت اللي فعلت. وكون انه طاقة الذكورة من الصعب عليها فهم المشاعر، فبالتالي لما تجيك انثى فاهمة المشاعر وفاهمة اللي قدامها هذا الرجل شلون تتصرف مع مشاعره، تحط لك كلمتين يعني تسوي لك كذا يعني كم موقف كذا مشاعري، يعني متوسط طاقة الذكورة ما يقدرون يتفاهمون مع هذه المشاعر ولا يفهمونها ولا يقدرون يقدمونها ولا يأخذونها، فبالتالي يصيرون نوعا ما متجمدين. وهذا يجعل بعض السيدات المخادعات من السهل انهم يوصلون اكثر من السيدة المحترمة، وانا اتكلم للرجال عشان يفهموني كويس، يعني ممكن جدا تلقى سيدة غير محترمة تتلاعب بمشاعرك بكل بساطة، يعني على قولتهم تأخذ اللي وراك واللي قدامك وانت يعني عايش في العسل، ما تنتبه إلا لما يعني يطيح الفاس على الرأس، وتلقاك انت تقول الله هذه السيدة ممتازة ورائعة ومثالية، وهي ضحك عليك، هي يعني مسوية هذا الانتقام الأنثوي، هذا يعني فاهمة كل مشاعرك وقاعدة تلعب على كل شعور على حدة، ومعطيتك مشاعر انت محتاجها ومتورط فيها، ويعني لعب القصة صح. بينما ممكن تلقى انثى اخرى هي عارفة هذا مشاعر بس مو قاعدة تتلعب فيها، تعتقد انها او مو جيدة او مو كويسة، لكن بسبب طبيعة فهم طاقة الانوثة الفطري للمشاعر يجعل عندها اداة قوية تقدر تستخدمها بطريقة خيرة وتقدر تستخدمها بطريقة شريرة. لذلك تستطيع أغلب السيدات الانتقام خصوصا من الرجال من خلال أدوات المشاعر هذه، تقدر تضغط على أزارير المشاعر كذا ويعني تلخبط الرجل من خلال فهمها للمشاعر، فهمها لمشاعرها وفهمها لمشاعر الرجل اللي قدامها، يعني تلقاها هي تفهم مشاعر هذا الرجل أكثر ما هو يفهم مشاعره، فبالتالي تقدر تتلاعب فيه شكون بالنظيفة وخدعون بالخبيثة، بالضبط، لأنه الخبيثة قاعدة تضغط الأزارير، فبالتالي يكون نوع من التخدير، نوع من اللي هو زي ما قلت لكم انتقام الأنوثة، إنه هي تعيش بمشاعر معينة لأنها فاهمة وين الأزارير هذه.